على ذكر الجسر، الجسر الجسر في وادي زبيد. معنا مقترحين، مقترح المقترح التباعد بينهم حوالي 400 متر. واحد من المقترحين مع قاعدة وسطية داخل السائلة، والثاني بنشده من طرف لطرف بدون قاعدة داخل الوادي. احنا ممكن يكون معلم، يعني مش ضروري نصغر حجمه. لا 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 لا، انا قلت لك من حيث الطول، من حيث الطول. احنا نقدر نعمل الطول اقل من الطول الاول. ايوه، اقل من الطول الاول، التكلفة اقل بالضبط. بس نعمل زينة هكذا للطريق والمنطقة والى اخره، ونعمل شكل جديد للجسر. مش شفت جسور جميلة جدا فيها ثاني جسر عطان؟ إيه؟ المسافة اللي تحتاجها. إيه؟ بدون قواعد وسطية. يعني سيكون نفس الجسر هذا أقل من التكلفة، أقل 40 متر. إيه؟ حتى لو وصل ل 30 متر. إيه؟ لو وصل عندنا 30 متر. إيه؟ بيكون شكله جسر ممتاز. ها، فأنت ممكن تنفذ القصة اللي تشتي، سواء المقترح الأول اللي يجيبوها حفر في قاع الوادي، سواء المقترح هذا اللي هو إيش، أقل تكلفة، أقل كلفة، وذاك شكل جمالي مختلف عن شكل الجمالي. بالضبط. شوف يا أخ جلال. نعم. مثلا الجسر اللي هو في الأول هو طوله 40 متر وبينه قواعد وسطية. تمام. وبينه المشكلة بينه جدران حاملة للطريق ما بعد الجسر. وإحنا عندما دققنا أنا والبشمهندس في المنطقة نفسه، حتى الجدران ما بش قاعدة خرسة صلبة تبني عليها الجدران، ممكن يجي الوادي يشيل التربة وينهدم الجدار. بعكس الثاني إحنا قسنا 25 متر طول الجسر، بحيث انه تكون الركائز بالتباب نفسها، ما بيكونش في الوادي. نعمل الركائز في التباب، في التباب ركائز مرتفعة. تمام. نعم. يقدر يشتغل بدون الإعاقة حق السيل، يقدر يشتغل القواعد، يعني يقدر يشتغل على قواعد. يقول لك البشمهندس من غير إعاقة للسيل والمياه. أكيد فتحة كانت القاعدة فوق صخر، خلاص فتحة كانت يعني. ايوه، يعني افتهم لك، بدل ما تحفر في المي وتشتغل قاعدة، انت بتشتغل قاعدة فوق التبة بعيد من المي. نعم. سهولة التنفيذ، حتى بينه سهولة للتنفيذ. لأن هذا شيء. الشيء الثاني، ما بش معانا جدران الحاملة دي هي للطريق، الجدران اللي حاملة للطريق في الخلف بعد الجسر وما قبل الجسر. لا، معانا قطع هش، بيكون يعني مثلا معانا هنا تربة كله إلى الوادي إلى عمق المياه، وهنا ما فيش، الصخر عرض المياه، صحيح؟ ايوه، انا هماني هنا الشكل الجمالي للجسر. ايوه، الشكل الجمالي اضافه للسهوله.